منذ ساعات قليلة انتهى مباراة فريق شباب النادي الأهلي مواليد 99 أمام طلائع الجيش في ملعب طلائع الجيش بالتعادل السلبي. بهذه النتيجة أيضا احتفظ النادي الأهلي بصدارة دوري الجمهورية، ما زال النادي الأهلي في الصدارة، يعني تعادل الإسماعيلي اللي بينافس النادي الأهلي على الإسماعيلي في المركز الثاني والفارق 3 نقاط وبيراميدز في المركز الثالث. الحلو في المباراة اللي كانت مقامة في ملعب طلائع الجيش هو حضور الجهاز الفني للنادي الأهلي، المعاونين لفايلر، ديفيد زيزا المدرب العام، ميشيل يانكو المدرب حراس المرمى، وشعيب أخصائي التحليل والإحصاء. زي ما احنا شايفين دلوقتي الصور معانا دي حصريا من أرض الملعب. المباراة كانت موجودة النهاردة في ملعب طلائع الجيش، ملعب طلائع الجيش النهاردة لما تلاقي اهتمام من الجهاز الفني الفريق الأول بالنادي الأهلي، موجود المساعدين زي ما أقول لحضراتكم سيزا المدرب العام وميشيل يانكو مدرب حراس المرمى عشان يتابع ويشوف مصطفى شوبير وشعيب أخصائي التحليل والإحصاء اللي دايما بيكون موجود، دايما بيكون موجود مع فريق شباب النادي الأهلي، دايما كان بيروح مدينة نصر يتابع المباريات ويكتب تقارير لفايلر ويتابع اللاعبين عن قرب. شفنا أيضا خلال الفترة اللي فاتت تم تصعيد عدد من اللاعبين الفريق الأول، شفنا يعني مصطفى شوبير طبعا موجود على طول، العربي بدر موجود على طول في مع التمرينات الفريق الأول النادي الأهلي، ومحمد شكري تم تصعيده خلال الفترة اللي فاتت. فشفنا لعيبة خلال الفترة اللي فاتت طلعت واتمرنت مع الفريق الأول، ده بناء على التقارير اللي دايما بيكتبها شعيب. لكن النهارده تشوف الاهتمام اكبر، النهارده الجهاز الفني يروح ملعب طلائع الجيش ويشوف اللاعبين عن قرب، فده شيء مهم جدا. اتمنى ان شاء الله يكون دايما حلقه الاتصال او الوصل دي موجوده ما بين فايلر وما بين قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ننقل الفكر وننقل اسلوب اللعب وطريقه اللعب اللي عاملها فايلر، وما شاء الله يعني نالت اعجاب الجميع، وشفنا طبعا في تحول وطفره كبيره في اداء اللاعبين النادي الاهلي، نشوفها كمان في قطاع الناشئين. حته توحيد طرق ونظام اللعب دي مهمه جدا، وده اللي احنا شفناه النهارده في حضور الجهاز الفني المعاون لفايلر، وكمان المباراه يعني انتهت بالتعادل السلبي. وزي ما بقول لحضراتكم بهذه النتيجه اصبح النادي الاهلي برضو في صداره دوري شباب الجمهوريه. هنروح لفقره لاعب المستقبل. دايما في برنامج الاشبال بنرشح دايما لاعب مميز داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي علشان يكون متواجد مع الفريق الاول ويكون موجود في تدريبات الفريق الاول. شفنا الفتره اللي فاتت زي ما بقول لحضراتكم محمد فخري ومحمد شكري، وشفنا لاعبين كتير. النهارده لاعبنا هو عربي جمال، هو مهاجم فريق 2000. العربي جمال مواليد 2000، انضم للنادي الاهلي موسم 2017، مركزه مهاجم، 175 سم، وزنه 74 كيلو. ما شاء الله العربي جمال ايضا هو متصدر يعني هداف دوري 2000، والسنه اللي فاتت برضه متصدر دوري برضه المسابقه بتاعته. خامه مميزه ما شاء الله، ليه اهداف حلوه داخل قطاع الناشئين، وموهبته كمان بتنم ان احنا ان شاء الله عندنا مهاجم لو خد فرصه في الفريق الاول ممكن يكون موجود خلال السنوات القادمه. نشوف التقرير ده عن عربي جمال ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. سيظل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي الرافد الرئيس للفريق الأول الممول الأهم بالمواهب الكروية على مر العصور، مواهب قدمت الكثير للكرة المصرية وليس القلعة الحمراء فقط. أبدا لن يتوقف هذا النهر عن العطاء، فيظل شباب وناشئ الأهلي على العهد والوعد. اليوم نقف كثيرا عند لاعب صغير السن لكن يراه مدربوه موهبة تستحق الاهتمام. العربي جمال نجم هداف فريق مواليد 2000 بالنادي. ولد العربي جمال عبد العظيم إبراهيم الشراوي في 14 فبراير عام 2000 بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ليكون امتدادا جديدا لفارس ونجم الأهلي السابق محمد ناجي جدو الذي ولد ونشأ في نفس المكان. يعد العربي جمال واحدا من أفضل المواهب الصاعدة التي ينتظرها مستقبل مبهر في الكرة المصرية، شريطة الالتزام والتركيز والتحلي بروحي وقيمي ومبادئ النادي الأهلي. انضم العربي جمال للقلعة الحمراء من خلال أحمد إبراهيم وأسامة زكي وأمين عرابي قبل عامين، يلعب لفريقي مواليد 99 و2000 بالنادي، سجل 18 هدفا في موسمه الأول ثم 21 هدفا الموسم الماضي
وسجل 15 هدفا في 7 مباريات الموسم الحالي. العربي جمال نجم على طريق المستقبل، نقدمه لمدربنا السويسري ريني فايلر ليضعه تحت منظار وطريق الانضمام للفريق الأول.